السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي منبر الرافدين. عنوان حلقتنا لهذا الأسبوع: الحرائق في العراق بين السبب والمتسبب. مشاهدينا الكرام، سيكون ضيفنا في هذه الحلقة الأستاذ عبد القادر النايل، الكاتب والباحث السياسي، عبر سكايب، وبإمكان حضراتكم أن تتواصلوا معنا من خلال الأرقام التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم لإبداء آرائكم وتعليقاتكم واستفساراتكم أيضا بشأن الموضوع الذي نتحدث فيه في حلقتنا لهذا الأسبوع. طبعا يعتبر ملف الحرائق المشتعلة في العراق والمستمرة بوتيرة متصاعدة منذ الاحتلال في عام 2003 وإلى يومنا هذا، يعتبر ملفا يعاني منه العراقيون بشكل كبير بجوار الكثير من الملفات الأخرى. وقد شهد العراق خلال السنوات الماضية العديد من الحرائق التي طرحت علامات استفهام كبيرة بشأن طبيعتها وتوقيتها الزمني، بالإضافة إلى مكان اندلاعها. لاحظ العراقيون مسارعة الجهات الحكومية في معظم الأحيان إلى نسب الحرائق إلى التماس الكهربائي، لكن مراقبين ومحللين للشأن العراقي يخالفون الحكومة ويشيرون إلى أياد خفية تقف خلف هذه الحرائق. فيا ترى هل هناك مستفيد من إشعال النيران في العراق ولماذا؟ لعل ضيفنا وحضراتكم تجيبون على هذه الأسئلة، لكن بداية دعونا نتابع هذا التقرير الذي يبين بالأرقام بعض الحقائق عن الحرائق في العراق، لنشاهد. مشاهدينا الكرام، طبعا شاهدتم بعض الحرائق التي حدثت في العراق منذ عام 2003 وإلى الآن، أسبابها، وهناك ما هو نسب إلى مجهول، وهناك ما تقول دائما السلطة بأنها بفعل التماس الكهربائي. طبعا نزلنا إلى الشارع وتحديدا في موقع حريق الذي حدث في منطقة الوزيرية في بغداد والذي أتى على مخازن العطور هناك، والتقينا بمجموعة من المواطنين العراقيين وتحدثنا إليهم وطرحنا مجموعة من التساؤلات بشأن أسباب الحريق وأسباب الحرائق بشكل عام في العراق، ومن يحملون المسؤولية، ولماذا هذا الفشل في التعامل مع الطوارئ في العراق. دعونا نستمع إلى حديث بعضهم
ثم نعود لنكمل الحديث. والله يعني والحريق حريق ضخم، بس السيطرة مالته صعبة لأنه المكانات صعبة يطبون عليها، ما يقدروا لها، يحفرون الحفر يراد له يوم يومين يلا يطبون على مكان، لحد الآن هم عادوا يريدون يطبون على السرداب الأخير، بلكت عسى ولا علي يلقون جثث يعني أو يلقون أنقاض فشي فد أثر. إحنا هاي صار لنا 4 أيام هنا قاعدين، هذا الخامس، نتأمل فشي حتى ولو أي شيء نلقى، فالدليل اكو حتى نقدر نسوي لنا فاتحه، نسوي لنا قبر، شيء نسوي. والله حاليا يعني بين 10 إلى 13 واحد اللي مسجله اسماء معي رسميا يعني. والله هي يعني اذا اقول لك الفساد الاداري ماثر عليه، الفساد الاداري ماثر عليه، قول لي اقول لك صدق يعني فساد الدوله ماثر عليه، والا هذا المفروض يتحاسب، يكون امانه، سلام، مطافي، حريق عنده اقل شيء عنده فد 50-60 مطفى حريق جو، لان هو نار بنزين، هو لازم وسائل الامان موجوده. حسب كل هذا سلامه، شروط سلامه ماكو، يعني احنا يوميا نطلع ارواح، شعب العراق دمه رخيص، احنا يوميا شروط سلامه ماكو. يجيك ابو الدفاع المدني، ابو المدني هم حقهم العالم، صار لهم 5 أيام تشتغل الان حتى لو ما شايفين، يعني انا قاعد اشيلك عندي 5، يعني اللي حد صار لي 5 أيام ما لاقي ولا واحد باليوم، وياما بتحكي. والله هي حاله طبيعيه يعني بالعراق، زين حاله طبيعيه يوميه يعني، مو بس هنا، باي مكان هي الحرائق موجوده. والله احنا ما نعرف، قاعدين بالمحلات فجاه صارت حس مثل انفجارات، زين بعدين اشتعلت النار، يعني شيء اكيد لو تماس كهربائي، لو فت يعني فت معايير السلامه، مو صوت اصحاب العمارات او شو اسمه، لا صوت المشرفين الدفاع المدني او البلديه او شو اسمه، ديجون ديشوف الوضعيه، ياخذ اللي قاسمه الله يحطه بالجيب ويطلع، هذا هي المشكله. والله هذه تبقى هي بعد يم الله، يعني احنا كنا احنا تاذينا، مو بس يعني بس احنا عندنا اهم شيء ما اهتمينا على اللي حرق اللي صار عندنا داخل محلاتنا ومخازننا، لا اكثر شيء اللي تاذانا هاي الابرياء، يعني مجار العمال، اصحاب عوائل. والله يعني مشكله هي كبيره، يعني مدى تتعالج من الاساس، مدى نعالجها احنا، يعني الخطا بينا احنا. اولا هواي اكو اسباب، يعني السبب الاول عندك مثلا التجاوزات، هذا البناء مو صحيح، عندك التشينكو، عندك السندويتش بنال، كل من يعني يبني بكيفه، ماكو رقابه، ماكو مثلا تجيك الامانه، ابو الامانه يجي مجرد النفايات بشوفها بالوزيريه عباره عن مكب نفايات، يجي ابو الكابسه تعطيه 20,000 بالشهر يشيل لك الانقاض او الازبال مالتك، ما تعطيه يعوفك ويروح. هاي المساله. المساله الثانيه البلديه، انت من تجي دا تشوف اكو لازم اكو قانون، اكو نظام، صحيح لو غلط، ما يصير هذا التجاوزات دا تصير. اجي اقول تعال حبيبي اكو 1 2 3 مسموح لك تبني هيك هيك هيك، يعني هذا التشينكو، هذا السندويتش البنال، هو شلون يصير الحريق؟ شنو الحريق شلون يصير؟ لو اكو مثلا بناء صحيح، صب صحيح، 2 3 عندك الكهرباء، كله تجاوز، كل جير واير من التيل تنزل على المحل، وهذا كله شوف كله شغله مو نظاميه. عاير السلامه يجيك مثلا ابو الدفاع المدني، السلام عليكم، ابو الدفاع المدني لازم اكو كل محل متوفر فيه شروط السلامه، طفايات، البناء يكون مغلق، الصب يكون السقف صب، كله شوفه كله غلط. السقف تشيكو، المكان مو صحيح، مو نظامي، كله غلط. ليش ما قدر يطلع؟ لانه سوء التخزين. انت حاط لي مواد عطور، حاط لي ديناميت، يعني وين الرقابه؟ وين غير اكو رقابه؟ منو هاي الجهه اللي تسمح تخلي عطور وتخلي مثلا مواد متفجره؟ يا شنو هي هاي الكحول كله ديناميت؟ هذا صحيح لو مو صحيح؟ المفروض اكو رقابه. من الجهه اللي تراقب هذا الموضوع؟ الدفاع المدني. احنا ليش من توقع المشكله بعدين نجي نعالجها؟ ليش مو من الاساس نعالجها؟ ما يصير حل صحيح من الاساس.
طبعا استمعتم مشاهدينا الكرام إلى حديث مجموعة من المواطنين العراقيين بشأن الحادث الذي حصل في منطقة الوزيرية، وكذلك جاء الكلام بشكل عام عن بعض الحرائق التي حدثت في العراق. أكرر التحية مرة أخرى للأستاذ عبد القادر النايل، الباحث والمحلل الباحث والكاتب والباحث السياسي عبر سكايب معنا. حياك الله أستاذ عبد القادر. أهلا وسهلا بك، أسعد الله مساءكم ومساء مشاهديكم الكرام. حياك الله. يعني برأيك موضوع تكرار الحرائق والحوادث الحرائق المنتشرة الآن في العراق، هل فعلا يمكن السير مع حديث الحكومة أنها بفعل التماس الكهربائي أكثر من 14 ألف حريق لغاية الآن في النصف الأول من عام 2022، هل كلها يمكن أن نقول فعلا أنها بسبب التماس الكهربائي، أم تعتقد أن هناك أسبابا أخرى تقف خلف هذه الحرائق؟ إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار بداية الحرائق في العراق، وجدناها أنها بداية افتعال الحرائق وليس حرائق اعتيادية. فمنذ دخول الاحتلال الأمريكي دخلت مجاميع موجودة الآن في السلطة كانت في إيران، وبالتالي دخلت مع الاحتلال الأمريكي وأحرقت الوزارات وأحرقت دوائر مهمة في بغداد والمحافظات، وبالتالي بحماية الاحتلال الأمريكي. وهذه هي البداية في عملية الحرائق في العراق. فهذه الحرائق كانت مفتعلة وممنهجة، ولذلك ما أعقبها منذ 2003 إلى يومنا هذا الذي تتصاعد ذروتها في هذا العام، حيث في النصف الأول كما تفضلتم ب 14 ألف فقط في 2022. ربما 2021 أكبر، وكذلك في السنوات الماضية الحرائق كانت أكبر. الحرائق حقيقة في العراق الذي يتابعها بدقة وبعناية يجد أنها حرائق مفتعلة، ليس لها علاقة بالتماس الكهربائي الذي لا يوجد أصلا كهرباء في العراق، وليس لها علاقة بما يسمى بالسلامة المهنية أو السلامة الدفاع المدني. نعم هي كلها مطلوبة من أخذ الاحتياطات بالسلامة، وهي مسؤولة عنها أولا وأخيرا أيضا هذه الحكومات الفاشلة وبلدياتها التي يعين فيها فقط السراق المنتمين إلى الأحزاب، والذين كما سمعتم أحد المتضررين يقول أن يأتي أهل البلدية يأخذون أموال الرشاوة ولا يحاسبون على السلامة. لكن كل هذه القضية لم تحدث الحرائق. الحرائق متنوعة في العراق، هناك حرائق جرى فيها من خلال إحراق العقود وملفات الحسابات لإخفاء الفساد المالي لتلك الحزب أو تلك الميليشيا. يعني هذا حقيقة طرحه أحد الضباط السابقين في مديرية الحرائق ببغداد، قال هل يعقل بأن الحرائق تطال فقط أقسام الأرشفة، أقسام العقود، الأقسام المعنية بالقضايا أو الوثائق المهمة؟ هل يعقل بأن الحرائق التي تحدث بفعل التماس الكهربائي تكون فقط تستهدف إخفاء قضايا فساد ربما أو أوراق مهمة؟ هل معقولة بأن يعني الترويج الحكومي بهذه الطريقة مقنع من وجهة نظرك؟ لا بالتأكيد، يعني لا يمكن قناعة. هذه حرائق مفتعلة ممنهجة تهدف إلى عدة أمور، منها إخفاء العقود المالية حتى يتم التستر على الأموال التي سرقوها، أو إحراق الوثائق لاستبدالها بوثائق كما حدث في بعض مديريات الجنسية عندما أحرقت حتى يتم إدخال غير العراقيين في سجلات النفوس، وكما حدث مؤخرا وكشف في ديالى بإدخال 4000 ليسوا من العراقيين وهم من إيران. بالتالي الحرائق الأخرى هي حرائق ما يحدث الآن في الشورجة والوزيرية وغيرها. هذه الحرائق هو عملية استهداف ممنهج للتجار العراقيين من أجل حقيقة إنهاء تجارتهم سواء في العطور أو غيرها، حتى يتم هؤلاء التجار يتم استبدالهم بتجار الميليشيات، وتكون الرخصة التجارة في هذه القضية التي يأخذونها لصالح هذه الميليشيا أو تلك، وبالتالي يتم الاستحواذ على الرخص سواء رخص العطور، رخص المواد الغذائية، بعض الأمور التي هي يعني ربما من سنوات يمتاز بها بعض التجار المعروفين. الآن يجري عملية تحويل هذه الرخص إلى آخرين
من خلال الميليشيات ويتم تصفيتهم من خلال يعني إحراق مقراتهم وإحراق مخازنهم، وبالتالي يعلنون إفلاسهم، وبالتالي تذهب هذه الرخص إلى تجار مرتبطين بالميليشيات المسلحة والأحزاب. طبعا كانت هناك سلسلة من الحرائق منذ الاحتلال كما تفضلت، أكد شهود عيان، أكد المتضررون منها أنهم يعني ربما شاهدوا من فعل، أو كانت هناك إثباتات تؤدي إلى أنه بفعل فاعل، لكن مع هذا كانت التحقيقات التي تجرى من قبل السلطات الحاكمة على مدى السنوات الماضية تأتي بالنتيجة إلى قضية التماس الكهربائي أو أنه حريق بفعل العوامل الطبيعية. هل تعتقد بأن هذه اللجان التحقيقية كانت شكلية فقط في قضية الحرائق وبالتالي تخرج إلى هذه النتيجة؟ أنا لا أعتقد أن هذه اللجان شكلية بالمطلق، إنما أقول أن هذه اللجان هي متواطئة مع الجنات، لأنها جزء من هذه الأحزاب التي تمتلك استراتيجية الحرائق للوصول إلى أهداف متعددة، ولذلك هم يتواطؤون في التستر على الجريمة ليبررون، لأنهم يعلمون تماما أنهم يكذبون بهذه التقارير، سواء التماس كهربائي أو حرائق تأتي من خلال الطبيعة، لأن العراق ليس فيه هكذا نوع من الحرائق في الطبيعة بالمطلق. العراق لا يمتلك عواصف كما يحدث الآن في بعض الدول، ولا يمتلك غابات كبيرة حتى يتم الوصول إلى الحرائق. ولذلك النوع الثالث الذي أريد أن أركز عليه في هذه الحلقة هي حرائق لصالح إيران، يعني عندما تنتعش الزراعة في العراق ويعلن العراق الاكتفاء الذاتي من الحنطة والشعير من خلال المزارعين الذين يعتمدون على أنفسهم في المناطق التي تسيطر عليها ميليشيات الحشد، وهناك طبعا بعض الأدلة وبعض التوثيقات من بعض المزارعين عندما وثقوا كيف تدخل هذه الميليشيات لحرق محاصيلهم الزراعية، وهذه المحاصيل بجهود فردية وليست بجهود حكومية، من أجل أن يبقى العراق يستورد المواد الغذائية من إيران، وبالتالي هي توجه زباني وميليشياتها المسلحة لإحداث مثل هذه الحرائق، ولذلك يعني آلاف الدونمات أحرقت، فضلا عن الثروة السمكية والحيوانية أيضا تم إهدارها وتسميمها، وكل هذا حقيقة يصب في صالح من يصدر للعراق أو ما يفرض على العراق البضائع. لذلك لا يوجد هناك تحقيقات مهنية على هذه الحرائق لكشف الجنان، لأن اللجان الموجودة هي لجان ليست شكلية، إنما لجان متعاونة مع الذين يحدثون الحرائق. أستاذ عبد القادر، مشاهدينا الكرام، نستقبل اتصالات حضراتكم أيضا لإبداء الرأي بشأن قضيتنا في هذا الأسبوع. هل تعتقدون أن الحرائق في العراق التي تقدر أعدادها بعشرات الآلاف على مدى السنين الماضية كانت حرائق بفعل العوامل الطبيعية، أم هناك أيادي خفية تقف خلف إشعال هذه النيران؟ معنا السيد أبو علي من واسط، تفضل حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حضرتك مساء الخير جمهور الرافدين، تحية السيد نايل ضيفك الكريم. حياك الله. صراحة أنا أتفق معاه بمجموعة كبيرة من اللي قالها، لكن أختلف معاه ببعض الحرائق اللي تصير بالمحال التجارية أو المجمعات. احنا خلينا نكون واقعيين استاذ، انه احنا نتعامل بردة الفعل، والسلطة الموجودة في العراق تتعامل بردة الفعل. الحرائق، كل حرائق دوائر الدولة هي كلها مفتعلة، من الموظفين اللي داخل لاخفاء الجرائم، لاخفاء السرقات، او لتبديل الوثائق العراقية. لكن الحوادث اللي تصير حرائق خاصة في المحال التجارية والمولات، هذه يعني أمور تتحملها الدولة ويتحملها صاحب المبنى ويتحملها المواطن كمان. إحنا ما عندنا توعية على الأمن والسلامة. اليوم عندنا رشوة، عندنا فساد، شركات التأمين مو فعالة بالعراق. يعني الآن الحريق اللي صار يعني 6 أيام تقريبا، يا الله، وجم الجثث هذه اللي جوا تفحمت، أحد يعرف فيها علما؟ العراق ما يعني السلطة هذه صار لهم 3. إذا باختصار سيد أبو علي من واسط، أنت تقول بأن ليست كل الحرائق هي بفعل فاعل، بل يأتي بعضها بسبب تقصير المواطن.
اهمال اصحاب المحل، يعني مثل العطور هذه يعني يحتاج لها امن وسلامه يعني ازيد من طيب. المحلات الباقيه يعني ما يعرف انه هنا لازم تكون امن وسلامه اشد، هناك اخف. نعم. حتى يعني من يبني البنايه لازم اكو ممر للدفاع المدني حتى يطفي الحراره. وصلت الفكره سيد ابو علي من واسطه اني طبعا اعتذر من حضرتك واشكرك شكرا جزيلا. سنحاول قدر المستطاع مشاهدينا الكرام ان نختصر بالوقت مع حضراتكم. ويانا السيد ابو صلاح من كربلاء، تفضل يا ابو صلاح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. مساك محمد. حياك الله ابو صلاح. السلام عليكم وعلى فضيله البطله. الله يسلمك حياك، تفضل. هاي الحراقه تحت العراق بفعل فاعل. نعم يعني مثلا الثروه السمكيه النقطه لكن الحنطه والشعير. من المستفيد برايك يا ابو صلاح من اشعال هذه النيران؟ المستفيد اولا واخرا هي ايران. ايران تسيطر بشكل فعلي على العراق، وثانيا هاي اذا صارت حرائق بالعراق على مدى صدور تجاره من ايران الفاسده وغير الفاسده على مدى الشعب العراقي يظل هالشكل، يعني لا صناعه لا تجاره لا اكيد لا غذاء كل هالشكل. حتى ما هو دور اللجان التحقيقيه بكشف الفاعلين او المجرمين اللي تسببوا باشعال النيران او احراق اماكن معينه؟ والله هاللجان التحقيقيه حلوه لكل الوطن، هم هذول شكليه ومحسوبين على جهات حزبيه. يعني نعم. ما تقدم ولا تاخر. ما تماس كهرباء، يعني شنو تماس كهرباء العراق؟ هو العراق هو تبي كهرباء؟ نعم ماكو كهرباء في العراق حاليا، حتى ما يهم ماكو. وهي مشتغله هالحراك من فئه السقوط لحد هاي اللحظه. هل تعتقد ابو صلاح انه العراق يمتلك منظومه طوارئ يعني تكفي لمواجهه هذه الاخطار المستمره؟ ابدا، بس مجرد قاعدين بالدوائر يكنكون على الموبايلات ولا لا 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 حسيب ولا رقيب. نعم. يعني شنو يعني في هذا الصاحب قد ياخذ من مراتب لا يحد ما يكون ما يسوي كل شيء الله وكيلك. نعم. يعني بس مجرد شكلي. سيد ابو صلاح يعني اشكر حضرتك، وصلت الفكره، شكرا جزيلا لك للمشاركه. استاذ عبد القادر، هناك من يختلف معك بجزء من ما تفضلت به، وهو ان ليست كل الحرائق او لا يمكن القاء اللوم بشكل مطلق على السلطه الحاكمه، بل يتحمل المواطن جزءا من هذه الحوادث التي تحصل بسبب غياب الوعي، بسبب التجاوزات التي تنشأ عن طريق البناء الغير مطابق للمواصفات وغيرها من بعض الأمور التي تغيب عنها شروط السلامة. هل تتفق مع هذا الطرح أم أنك لديك وجهة نظر ربما ترد بها على المتصل؟ يعني هناك الحرائق البسيطة في المنازل، ربما أتفق مع ضيفك الكريم أو المتصل الكريم، لكن هل تعقل أو هل يعقل أن شخص يضع بضاعته تساوي 2 مليون دولار أو 5 مليون دولار ولا ينفق ربما مبلغا بسيطا لا يتجاوز 10,000 دولار لوضع حماية لهذا المحل ولهذه البضاعة؟ يعني هذا لا يعقل، ولا حتى وإن كانت هناك تقصيرات حكومية والبلدية غير آبها في وضع السلامة ومتابعة السلامة المهنية، لا يمكن لشخص أن يضحي ببضاعة قابلة للاشتعال دون أن يحدث لها منظومة وقاية ومنظومة دفاع مدني ومنظومة سلامة. لذلك ثانيا، عندما نتتبع، وهذه القضية استقصائية لا تتعلق بحادثة اليوم العطور، نتكلم عن حرائق جورج وما قبلها، وجدنا وقد التقينا ببعض التجار. هؤلاء التجار كانوا هم الذين يمتلكون الرخصة الوحيدة للاستيراد إلى العراق، يعني التاجر الرئيسي الذي كان يمتلك هذه الرخصة قد أخذت منه لصالح الميليشيا صاد والميليشيا فلان المرتبط بهذا الحزب السياسي. لماذا؟ لأنه تم إحراق محلاته التجارية وبضاعته وتهديده بأن يتم التنازل عن هذه الرخصة لصالح هذا الفاسد المرتبط بهكذا. ولذلك هذا يقودنا إلى أننا نقول أنها مفتعلة. ولذلك هنا أقول سؤالا، هل يمكن أن يعقل أن الذين ماتوا بحرائق المستشفيات في كورونا وغيرها، هؤلاء المعلوم تماما أن الأكسجين لا ينفجر بذاته إلا وهي قضية معروفة في السلامة المهنية. أنه لا ينفجر الأكسجين بذاته إنما إلا بعامل خارجي. طيب من الذي جاء لهذه المستشفيات بعامل خارجي
لإحراق الأكسجين حتى ينفجر ويحرق. آتيك ربما بمثال عن ما تفضلت به. مستشفى الفرات في محافظة النجف في عام 2021 أقدم فتى على محاولة إحراقه، لكن أحبطت هذه المحاولة. بعد التحقيق الحكومي تبين أنه مدفوع من قبل جهة معينة، وهذا يقودنا إلى هذا السؤال الذي يقول: ما مصلحة من يحرقون المستشفيات ويتسببون بوفاة مثلا مثل مستشفى الحريق في مستشفى اليرموك الذي أودى بحياة أكثر من 30 طفلا في قسم الخدج، يعني وطبعا مستشفى ابن الخطيب ومستشفى الحسين التعليمي وغيرها من حوادث متكررة؟ ما مصلحة ضرب المستشفيات أو إحراق المستشفيات؟ حتى يتم إخراج المرضى إلى إيران وتشجيع السياحة الطبية باتجاه إيران. ولذلك أنا أقول القاعدة الأمنية واضحة: إذا أردت أن تعرف من القاتل فتش عن المستفيد في نهاية المطاف. ولذلك حقيقة أقول أنه القضية تتعلق كما أسلفت لك بأن أول ثقافة إحراق المؤسسات والوزارات من الذين جاءوا مع الاحتلال الأمريكي من إيران فقط. هناك آخرون جاءوا من غير دول مع الاحتلال الأمريكي لم يلتجئوا إلى ثقافة الحرق. لذلك حقيقة ومن ثم تطورت إلى أمور شخصية وإلى أمور تجارية. فلذلك حقيقة هذه الحرائق في العراق أنا أقول لك أكثر من 95% هي كلها مفتعلة. طيب. ومخطط لها، وبالتالي يجري عملية ترحيلها. وكيف يمكن لدولة مثل العراق أن تعيش في النصف الأول من عام 2022 ونحن في 2022 ب14,000 حريق؟ يعني هل يعقل أن هذه الحرق؟ سأتيك برقم مفجع بعد قليل أستاذ عبد القادر، لكن خلينا نستقبل اتصال معنا السيد محمد. من وين؟ محمد من ديالة، تفضل يا محمد. حياك الله. أستاذ سليم، احنا ندور حكومة بدون أحزاب وعلى مدى الأثمان مال الحج الدفاع. إيه، والهالسبب ما طلعوها. نعم. من 2004. طيب. إيه. وصل سنتين جاو. نعم. شنو رأيك بموضوع الحرائق المستمرة اللي دا تندلع في تقريبا معظم أيام السنة في العراق؟ بس أول 6 أشهر من هذا العام 14,000 حريق، ومن 2003 إلى اليوم عشرات آلاف الحرائق. برأيك هل فعلا هي كلها بسبب التماس الكهربائي، أو معظمها مثل ما تقول الحكومة، لو أنت تعتقد أن هناك من يقف خلف إشعال هذه النيران؟ أستاذ الكريم، هي الحكومة مبينة، الحكومة الإيرانية كلها إيه من 2003 إلى هذا اليوم هي تسلمون بإيران. نعم. أي والله. نعم. أنا أشكرك سيد محمد من ديالة، شكرا جزيلا لحضرتك. مشاهدينا الكرام، خلونا نشوف الجزء الثاني من استطلاع الرأي اللي قمنا بإجرائه مع بعض المواطنين العراقيين في الشارع، ثم نعود لنكمل الحديث مع حضراتكم وضيفنا. الحالة كلها سوء استخدام، كلها ممنوع، ماكو سلامة، يعني سلامة صناعية وسلامة المهنية، كلها تشينكو، كلها سندويشات ونار، لانه المشكله هنا شنو؟ ايجارات غاليه، اصحاب الاموال راسا يشتغلون اقل متر موجوده حتى يسوي سندويش فنار حتى يجروها بفلوس، وايجارات كلها غاليه هنايا، فهاي السبب كلها اذا تباوع اللي فوق كلها جذوره وطاوله بالسطح، كلها انهارت بسبب الحراره العاليه، قامت تنزل علينا من ورا وفتحت حمام بوري حوالي 6 سنتيم ينزل من السطح للارض. هاي سبب انصارت المواد نزلت عليها وأدى اللي صار. شو ثقافة ماكو سلامة مهنية، لا أكو تهوية، لا أكو خلف، يعني درج خلفي، لا كل شيء ماكو، مجرد محلات. وهاي بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولقناتك الكريمة. أعمال البحث عن الأشخاص المفقودين سارية لأكثر من 3 أيام. أول يومان كان مكافحة النيران وإخمادها، وما يقارب 72 ساعة جاري البحث عن الأشخاص المفقودين داخل البناية. ما فيما يخص حوادث الحريق وأسبابها، هذا يحدد من قبل خبراء الأدلة الجنائية، وأيضا هناك لجان قد شكلت لغرض معرفة ملابسات الحادث
ومعرفة أسبابه. ما لا توجد هناك خطة للطوارئ والكوارث الطبيعية والغير الطبيعية. بالنسبة للإجراءات السلامة يكون المواطن هو أو صاحب المشروع هو المسؤول عن تنفيذ وصايا وإرشادات الدفاع المدني، وإذا لم يقم بذلك هنالك إجراءات قانونية لغرض امتثاله، ولكن مع الأسف الإجراءات القانونية مو بذاك المستوى المراد. بعد سسول البكاني أنا عندي مصاب جوا ابني جوا حاليا، أيوه لحد الآن قاعد أدور عليه وما ألقي سبب الحالق. ماكو طوارئ، أي شيء طوارئ ماكو، من هاي السبب هذا صار شيء هذا الحريق. لو أكو طوارئ كان ما صار هذا الشيء. نسلط الضوء على القضايا والأحداث العراقية المهمة، نقدم المعلومة للمشاهد بكل تفاصيلها، نقف عند تداعيات الأحداث وتأثيراتها المستقبلية. نطرح وجهات النظر الواقعية لنكشف الحقائق ونقدم الحلول، كل ذلك في برنامج تحت الضوء. حياكم الله مشاهدينا الكرام مرة ثانية، نكمل الحديث مع حضراتكم بشأن موضوعنا لهذا الأسبوع بشأن ملف الحرائق وتاريخها منذ الاحتلال ولغاية هذا اليوم. طبعا نأخذ سريعا السيد أبو عمر من بغداد وبعدين نكمل الحديث مع ضيفنا الأستاذ عبد القادر النايل. أبو عمر حياك الله، تفضل. حياك الله أستاذ محمد، وحيا الله قناة الرافدين وجميع السادة المشاهدين الكرام، وتحية الكريم محمد. الله يسلمك، تفضل ابو عمر. الله يعزك، اشكرك استاذ محمد. احنا نعرف العراق من 2003 ولحد الان، يعني وضع العراق يعني من سيء الى اسوء، وكل الحكومات اللي حكمت العراق وكل الوزارات اللي موجوده عندنا في منظمة هاي السلطات اللي حكم اللي تحكم العراقيين، كلها وزارات كلها وزارات غير ناجحه وكلها وزارات غير كفؤه بعملها. والسبب انه ما يريدون العراق يتقدم، وما يريدون العراق انه ينبني بنفسه بنفسه، وما يريدون العراق لا بانتاج ولا بانه نقدر نقول عليه من تجارنا اللي موجودين عندنا اللي ابو عمر بس باختصار لانه الوقت ضيق، هل تعتقد بان الحرائق اليوم في العراق مفتعله ام انها بسبب العوامل والظروف الطبيعيه؟ احنا كعراقيين ونعرف هاي الامور كلها مسببه وراها ايدي احزاب ايرانيه اللي هي تقود هذه الميليشيات والعصابات اللي موجوده عندنا بالعراق، يعني من ضمنها انه نقدر نقول حتى ثروه بعيد عن الحرائق الثروه السمكيه رش سمك اللي فيها بالاثار اللي موجوده عندنا بالجمرات اللي قاعد تصير اكثر من مره، واللي هي عندنا في المحاصيل الزراعيه كيف استرغد كل هاي الاسباب. طيب، ترجع للحكومه العراقيه وحكومه سلطه الاعداء. شكرا ابو عمر، انا اشكر حضرتك وقتك وياك بهذا القدر، اشكرك للمشاركه. استاذ عبد القادر، استمعنا إلى حديث أحد المواطنين في استطلاع الرأي الذي أجريناه في الشارع، وكذلك كان هناك رأي مشابه له في عن طريق أحد المتصلين، وهو رد الفعل الحكومي تجاه الحرائق. إن افترضنا أن ما يحدث هي بفعل العوامل الطبيعية الحرائق التي تشتعل، فهذا أيضا يدين الحكومة ويؤكد فشلها في التعامل مع هذه الحالات الطارئة. إن كانت هي تقول بفعل التماس الكهربائي والظروف الطبيعية، فأين الاستباقية في معالجة أو تلافي وقوع هكذا حرائق في المستقبل؟
هذا يؤكد تماما على أن هذه السلطات لم تضع في حسبانها أن تبني مؤسسات الدفاع المدني لتكون قادرة. دول تتعرض إلى حريق كبير في غاباتها تخمد في عدة أيام. نتكلم عن 6 أيام وإلى الآن بناية لم يستطيعون إخمادها. هذا يؤكد هذا الفشل الذريع مرة ثانية. لذلك هؤلاء غير آبهين لأنهم مشتركون في عملية الحرائق. وعندما نقول أن هذه السلطات الحكومية فاشلة في عملية ردة الفعل وإنقاذ الناس وإخماد الحريق، نقول احنا اين ايضا من جهة اخرى اين نتائج التحقيقات 2021 31 الف حريق. هذا المعلن 31 الف حريق، اين احد او واحد من هذا ال 31 الف جرى عملية كشف التحقيق الحكومي له وكشف ملابسات هذا الحريق؟ لا يوجد الى هذه اللحظة، لا هم يعني قادرون على اخماد الحرائق ولا قادرون على مساعدة وإنقاذ الناس، بل حتى عملية رفع الجثث غير قادرين عليها. وثالثا هذا يؤكد طبعا على أنهم غير آبهين في السلامة المهنية، ولذلك لأنهم جزء من عملية الحرائق. والقضية الأخرى لم يستطيعوا أن يكشفوا تحقيقا واحدا عما حدث في العراق، سواء كان بالحرائق أو بتخريب الثروة الحيوانية أو بأمور أخرى. لذلك حقيقة هذا يؤكد على أن الحكومة تصب في جميع مشاربها وفي جميع اتجاهاتها وتقصيرها ومنهجيتها وتعمدها في إيذاء المواطن العراقي وإيذاء تجار العراق وبالتالي إيذاء. هناك أستاذ عبد القادر من يقول، من وطبعا شاركوا معنا في السابق من متصلين، يقول البعض منهم من يؤيد هذه السلطة يبدو أن حزب الدعوة هو أفضل حزب جاء لحكم العراق. نحن نتحدث بشكل عام عن الأحزاب التي حكمت العراق، أين الأموال التي من المفترض أن تخصص للدفاع المدني؟ وقد استمعنا قبل قليل إلى حديث عميد في الدفاع المدني وهو يقول بأننا ليست لدينا خطط طوارئ لمعالجة هذه الأزمات. إذن أين الأموال التي خصصت، المفروض أو قيل أنها خصصت للدفاع المدني طيلة السنوات من حكم هذه الأحزاب وفي مقدمتها حزب الدعوة؟ أولاً حزب الدعوة هو الذي توافقت عليه أمريكا وإيران منذ مجلس الحكم، وبالتالي سلم للجعفري إلى يومنا هذا للسوداني، وبالتالي الدولة العميقة التي تتحكم في العراق هي لحزب الدعوة. فمن الذي قال أن حزب الدعوة كانت فترته هو إلى الآن يحكم؟ هذا أولاً. ثانياً فقط في حكومة المالكي يختفي 300 مليار دولار وهي فترتين من الزمن. ولذلك حقيقة بداية حكومة المالكي والجعفري المفروض أنها تؤسس لمؤسسات الدولة، لم تؤسس شيئا لا للدفاع المدني ولا غيره. ولذلك حزب الدعوة مع هذه الميليشيات التي تحرق السيطرة على المال العراقي كلها حقيقة مشتركة في عملية إضعاف الدفاع المدني، لأنها سرقت العراق وبالتالي تتحمل ذلك، لأن ليس في سياساتهم أي دعم في تقويم مؤسسات الدفاع المدني. هم عندما حقيقة يعني أصبحت هناك مشاحنة على مزاد العملة وعلى عملية المصارف الأهلية التي تنافس مصرف الرافدين، جرى إحراق مصرف الرافدين ليس ببعيد عن ذلك، وقد كشفت بعض المصادر السياسية فيما بينهم الاتهامات لهذا المصرف الأهلي التابع على حزب الدعوة، ولذلك المصرف التابع على المجلس الأعلى لعمار الحكيم. طيب فيما عندي بينهم جرى عملية كشف حرق مصرف الرافدين ليس عنا ببعيد، لذلك هم لا يريدون دعم هذه المؤسسات خصوصا السلامة والدفاع المدني لا بالمعدات ولا بالسيارات ولا بالكوادر، لأنهم مرة ثانية أقولها هم من يحرق في العراق. هناك السؤال حقيقة، واستمعنا إلى ربما إشارات منهم من بعض الأخوة المتصلين أو حتى من العراقيين في الشارع، أن العراق أو لدى العراقيين نقص في الوعي لتجاه قضية السلامة والتأمين مثلا المنازل أو أماكن العمل والاستعداد لطوارئ على سبيل المثال الحرائق التي قد تتولد عن نتيجة الظروف الطبيعية. هل العراق فيه فعلا نقص في الوعي والإدراك صوب هذه القضايا؟ وإذا كان كذلك هل بسببهم هم أم بسبب الدولة الراعية التي من المفترض أن تؤسس
شعب واعي. اولا اقول لك بصراحه متناهيه، لا يوجد اكثر وعيا من الشعب العراقي في هذه المسائل ولا اكثر حرصا، فالعراقيون واعين بما فيهم الذين لا يجدون القراءه والكتابه ممن يعملون في الاسواق في سوق الشورج الكبير او الاسواق الاخرى، كلهم واعين لضروره الحمايه المدنيه. لكن معلوم تماما ان التقصير بسبب الأطراف الحكومية. هل الأطراف الحكومية وضعت منظومات للإنذار المبكر للحرائق؟ هل الدفاع المدني وضع بالأماكن العامة يعني مطفآت كبيرة وخراطيم يمكن الاستعانة بها لإطفاء بداية الحريق؟ هذا السؤال الذي، ولذلك الحكومة وأطرافها غير واعين. لأننا إذا تجولنا في بغداد وسألنا الأسواق وبالتالي استطلعنا الرأي، لا يوجد هناك في أي منطقة رغم كثرة الحرائق في العراق. نحن لا نتكلم عن حرائق بدأت الآن، نتكلم عن حرائق منذ 19 عاما. صحيح. وفي كل عام إذا أخذنا رقما وجدناه أنه أعلى من الذي يسبقه. يعني 2019 حرائق كبيرة وصلت إلى 28 أو 29 ألف حريق، في 2021 31 ألف حريق، إلى الآن في النصف الأول في 14 ألف، ربما تنتهي هذا العام ونصل إلى 30 ألف حريق. نعم. إذن هذه الحرائق المتكررة ألا يجدر بالحكومة أو الدفاع المدني أن يوضع في كل منطقة أو محلات تجارية يوضع خرطوم كبير وجهاز إنذار وطفائية؟ سيأتيك السؤال، سيأتيك السؤال من مواطن عراقي ويقول لك أين الماء لنطفئ به الحريق؟ أخي هذه منظومات دفاع المدني ليس لها علاقة بالماء. لو كانت الحكومة حقيقية، هذه منظومات يكون لديها آبار ولديها أيضا بودرة خاصة للتطفئة. الآن وصلت مراحل كبيرة في العالم، هناك يعني بودرة ربما أقل من كيلو تطفئ مكان بمئة متر مربع للحرائق. لذلك وصلت التقنيات العالمية كبيرة تماما. هذه قضية ليس علاقة بالماء أو غيرها، هذا يمكن بناءها داخل المحلات التجارية أو في مناطق المحلات التجارية ولا تأخذ حيزا، إنما بأحد الأبنية أو أحد الجدران يمكن وضعها وتجهيزها لمجموعة محلات. يمكن عندما يكون هناك حريق أن يذهبون لكسرها أو كسر زجاجتها. طيب. وبالتالي يسحبون خراطيم الإطفاء ويطفئون بداية النار. لذلك حقيقة الذي ليس له وعيا والذي يتعمد في إيذاء العراقيين هي الأطراف الحكومية، أما الشعب العراقي فشعب واعي ذكي لا يلدغ مرتين من جحره، ولذلك يعلم تماما أهمية السلامة المدنية، لكنهم حقيقة على قدر الإمكانية الموجودة والمتوفرة في العراق، لأنه لا يوجد هناك أي منظومة حقيقية، يوجد لا أسواق ولا محلات كبيرة يمكن أن يتسوق الإنسان من خلالها وسائل الدفاع المدني. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ عبد القادر النايل الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا عبر سكايب في هذه الحلقة من منبر الرافدين. مشاهدينا الكرام، استمعتم طبعا إلى حديث ضيفنا الكريم وإلى حديث الأخوة المتصلين وكذلك حديث مواطنين عراقيين من قلب الحدث قرب الحريق الذي اندلع في منطقة الوزيرية. هناك إجماع بالرأي بأن هناك تقصير حكومي وتواطؤ أيضا كما يقول البعض بشأن افتعال الحرائق، وأيضا تؤكد جهات داخل البرلمان وداخل الحكومة، مثل على سبيل المثال العام الماضي كانت كتلة بيارق الخير البرلمانية أشارت إلى أن الحرائق التي اندلعت في العراق هي مفتعلة واستهدفت المجمعات التجارية والبساتين والمخازن. باسم خشان نائب برلماني أشار إلى أن هناك أيادي تقف خلف إشعال الحرائق في العراق. إذن هي تأكيدات حكومية بوجود فاعلين خلف إشعال النيران في العراق، والسؤال هو لماذا تصر الحكومة على أن الحرائق التي تندلع هي بفعل العوامل الطبيعية والظروف العادية وليست بفعل أيادي تريد أن تخفي ملفات فساد أو ترتكب جرائم أو تحاول أن تتلاعب بالأوراق والوثائق الرسمية؟ أشكر حضراتكم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، ونلقاكم إن شاء الله الأسبوع القادم. إلى اللقاء.